سويته سويته حرام والله، والله حرام. كل البداية الحلوة والحركات، واحد منكم دز زخارف طيرنا، حرام والله. قوش بداية والله، يعني لو سامعين البداية بس، يلا مو مشكلة. يلا، هلا ما عليك ما عليك. هلا في هلا الحبيب، وسهلا، هلا بخليفة. طافك يا اخي. شلون؟ شلون يعني شلون قدمتك بطريقة مفروض تقص وتقول لا، قولها صح على الكلام اللي قلته. افا، ما لحقت عيل. انا كل طافك، شوي قاعد اسوي ريفرش، مو قاعد يطلع لي. لا طافك طافك. شو الاخبار؟ يسلمك. اول شيء مشكور انك قبلت الدعوة، لا، فعليك الساعة المباركة، تشرف. ومشكور مطلع لنا نص وجهك. ان شاء الله المره الجايه حاضر وجهك كله. ان شاء الله. لا، هذا هذه المقابلات الصجية بس، مقابلات صجيه بس، زين حلو. مشكور مشكور على 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 التلفاز. حبيبنا، مشكور. يسلمك. انت شخصيه كونترفيرشل. حلو، شلون؟ من اي ناحية؟ يعني اول شيء انا احب لايفاتك، هذا شيء لازم اقول لك يا يسلمك. صدق، والله صدق. يعني في كذا شخصيه الحين لما بلشنا اللايفات اتابع لايفات، بطل اللايف اقعد اطالع، ما عندي مشكله حتى لو انا احط على كتر اسمع. سوالف حلوه، وي المنطق فيها حلو. شخصيه كونترفيرشال شلون؟ وايد ناس طالع فيديوهاتك، خلصنا صحيح. حلو، حققت يعني انتشار واسع وما شاء الله عليك، وانت عارف هالشيء. بس وايد ناس طالع تقول اللي انت تسويه قولها صح صح، وفي يعني كميه بسيطه من الناس حتى من الاسئله استوعبت هالشيء، انها تقول زين ليش تطنز عليهم؟ ليش ما تعدل لهم بطريقه ما فيها طناسه؟ شنو ردك على هالموضوع؟ انت دشيت بالعميق على طول. على طول اي. اي بعدين راح ارجع، اولا بعدين راح ارجع راح اعرف، يعني ابي اتعرف عليكم. مو مشكله. اولا، لو تشوف كل فيديوهاتي، مو اقول لك اني انا احاول، انا متاكد ان كل فيديوهاتي ما فيها اي تقليل من احترام الشخص اللي انا قاعد اصحح له. ما في اي حط من كرامه اي شخص من الموجودين بالفيديوهات، بالعكس كلهم لهم كامل الحشيمه والاحترام. حتى انا يمكن انا الوحيد اللي بالسوشيال ميديا اللي اقرا كل التعليقات. يعني تشوف في فيديوهات عليها 1000 تعليق، 2000 تعليق، 4000 تعليق، كل التعليقات قاريها كلهم. واي تعليق في سب، في قذف، في اهانه للشخص اللي موجود بالفيديو، كانت شخصيه، كانت بنت، كان ولد، ايا كان، امسح التعليق هذا على طول. على طول. ما يهمني عدد التعليقات كثر ما يهمني انه، لان انا احط نفسي بمكان هذا المشهور. لو انه هو دش او احد سوى له منشن على هذا الفيديو، بيدش اكيد، يعني لان الفيديو محطوط وهو موجود فيه، فاكيد بيقرا التعليقات، بيشوف شنو ردود افعال الناس. فاذا قرا التعليق البايخ هذا، صحيح احس اني انا مسؤول بشكل لو بشكل غير مباشر عن هذا الغلط. فانا امسح، لان ساعات حتى لو الحسابات اللي تحط فيديوهات الضحك، لو ياخذون فيديو من فيديوهاتي ويحطونه عندهم، انا اهتم اني انا اشوف ردود افعال الناس على الفيديو، مو على المشاهير نفسهم، لان هم بالنهايه بيشوفون الفيديو اللي سواه احمد، ما يعرفون منو احمد، لكن الشخصيه اللي سوت هذا الفيديو، فاشوف شنو ردود افعالهم. ولما اشوف احد قاعد يغلط، انا ضايق، فانا احط نفسي بمكانهم. فنفس الشيء اني انا ما اغلط عليهم بالتصحيح اللي انا صححه. يمكن التصحيح اللي انا صححه يكون تهكمي، مو سخريه، مو طنازه، تهكم. التهكم واي يعني في هو يفرق، بس في خط فاصل ضعيف بين التهكم وبين السخريه. وانت بحسك تهكم مو سخريه. انا تهكمي، يعني حتى لو تشوف التون مالي، النبره مالتي نبره جاده، وايد جاده، لكن فيها اشياء مدفونه تحت. حلو، وتهكمي مو بنازه. زين، تهكمي. مشكور على البدايه الحلوه. في شغله صحيح. قلتها ودني نبلش منها، قلت يمكن الناس ما يعرفون منو احمد او منو اللي سوى الفيديو. احمد ما في اثنين يختلفون ان انت ناجح في مجالك. حلو، سبب الحمد لله. استضافتك اليوم في لايف بخليفه ان احنا نبي نتعلم منك، نبي نطالع على قولتهم بيهايند ذا سينز. حلو. انت منو؟ شنو الشغلات اللي سويتها؟ شنو المشاكل اللي مريت فيها؟ شلون قدرت
مو بس تصير ناجح، تصير كونسيستنتلي ناجح، وانت عارف الفرق بينهم 100%، عارف الفرق بينهم. اكيد اكيد إيه. اكيد اكيد. فاخذنا انا ما ودي اسال اسئله شخصيه وايد، انا عارف. لا 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 عادي عادي. اوكي زين، عطنا ارجع خطوه من الشهره وقول لنا منو احمد، سولف لنا. حلو. شوف وايد يسالوني هالاسئله باللايف، وانت قاعد تشوف الاسئله، والاسئله بنفس اللايف تتكرر 10 مرات، وتلقاني اجاوب مثلا نفس السؤال ينسال 10 مرات، والعشر مرات اجاوب بشكل مختلف. صح. مو بشكل مختلف يعني، اجاوب اجابه ثانيه يعني. صح. ناس يقولون شنو تخصصك؟ اقول لهم تخصصي علم ذره. شنو تخصصك؟ والله تخصصي اقتصاد منزلي. شنو تخصصك؟ فمو عارفين الناس. انا اساسا تخصصي محاسبه، خريج علوم حلو. اداريه. ما شاء الله. ما لي شغل بالسالفة الانجليزي والعربي، هذه كلها اللي قاعد اسويها ما لي شغل فيها، هي سالفة كلها اساسا اهتمام. حلو. فالخلفية مالتي اساسا مو لغوية كثر ما هي اهتمام، مهتم حلو. باللغة بالنطق. شنو قبل هذا؟ قبل هذا انا انسان عادي، انسان حلو. عادي مثلي مثل اي واحد عادي. الشيء اللي انا فرق فيني مو اني اقول انا احمد ترى انت ما سويت شيء، بالنهايه هو حساب انستغرام. الشيء اللي فرق باللي انا سويته اني انا سويته، انه حلوة ترى. وايد ناس كان ودهم يسوون هالشيء، وايد ناس بينهم وبين نفسهم، حتى لو بالجروبس يسوون مثلا جروبس بالسناب، يسوون مجموعات بالواتساب، شوفوا فلان ايش قالت، شوفوا فلان ايش قال، الكلمه هذه غلط، الكلمه الصحيحه كذي، ليش قاعد يقولونها بهالطريقه؟ ليش ما قاعد يقولونها بالعربي؟ فاللي فرق يعني، اللي فرق باللي سواه احمد هادي عن الباجي ان احمد سواه بس. بس عرفت يعني؟ مثلا اعطيك مثال بسيط. حلو. وايد في بزنسز تأسسوا وصاروا والاسم تلقاه وايد حلو، ليش الناس ما فكرت فيه من قبل؟ يعني احنا طول عمرنا شو نسمي اللي ينظفون الهدوم؟ مصبغة. مصباح. بس تو لي قبل 2 3 او يمكن اقل من 4 5 سنين طلعت مصبغة اسمها مصبغة، ما حد فكر فيها. بس مصباح موجودة قدامهم، الاسم بقالة. موجود قدام، بقالة بقالة بقالة. فهمت؟ فهذا شيء الناس كلها شايفينه قدام عينهم ويتكلمون عنه كل يوم، صح. بس ان ما حد خذ الخطوه هذه عشان يسويها. غير كذي الحين خلي ارفع حق نفسي شويه، روح ان انا سويتها بطريقه غير. انا انا والله شفت ناطرك تخلص عشان اقول لك قاعد تقول انت الحين. بالضبط هذا اللي انا سويته. شفت انا فيديوهات من قبل الناس قاعد يطنزون، يحاولون ان يدخلون اللي هي سوري، انا في ناس راح اطقهم لان انا اساسا ما اؤمن فيهم، اللي هي المسرحيات الحاليه، المسرحيات الهزليه، خشمك، عينك، اذنك، راسك، جسمك، ويهك، شعرك، بالضبط. فياخذونها من هالناحيه. ولاحظت هالشيء انا بالبدايه، اول ما بديت احط الفيديوهات شفايفها، راسها، عينها، خشمها. فعشان كذي انا تلقاني بس اطلع صوب الشفايف وتحت عشان بس ابين ان مع الصوت تبين حركه الشفايف، نطق الكلام بس. فهذا الشيء اللي انا نظفته، زائد شخصيتي اللي انا نظفتها. ممكن واحد يسوي نفس اللي يسوي احمد هادي، لكن مو نفس احمد هادي، ممكن يسوي احسن، مو شرط ان احمد هادي هو احسن شيء، بس انه مو الكاركتر مال احمد مو هادي. نفس صح الكاركتر والكاريزما اللي موجوده. صح، اتفق وياك 100%. زين، شنو السبب انت الحين اون افريج كل ما اعطيك فرب اكونتك ما شاء الله ما شاء الله اقل الفيديو اللي ما يضرب عندك 100,000 فيوز؟ حلو، هذا فيديو عادي وانت تدري يعني بالارقام. انت صرت مشهور، شنو السبب ان انت للحين، انا كنت مجهز السؤال اللي بسالك اياه، انه شنو السبب اللي للحين تخلينا نشوف السقف، بس الحين بسالك سؤال بثقه ثانيه، شنو السبب اللي للحين ما تخلينا مثلا يعني انت دزيت لي صورتك عادي صح، عرفت حطيتها بوست صورتي محطوطة بالبروفايل. صح، شنو السبب ان انت خلاص ما تطلع وايد، ما تطلع بالسوشيال ميديا، ان انت ما تصور وجهك، ما شنو السبب اللي خلاك للحين مركز على انا ترى اتكلم؟ حلو، خلاص السؤال.
انزين. أولاً أنا من الأساس، يعني من الأساس، من قبل لحظة، قبل لا أجاوب على السؤال، ودي أقول لك شغلة الحين عاد أحمد هادي لما يتفلسف. قول له أحمد هادي مو مشهور، حلو، الشيء اللي يسويه أحمد هادي هو المشهور. وانت فاصل بينهم احمد ترى. إي اي أنا أحمد هادي مو مشهور. ليش؟ أحمد هادي كأحمد هادي مو اي مشهور. ليش؟ الشيء اللي يسويه أحمد هادي مشهور، وأنا حاب صح. إني أفصل بين هالشيئين، حاب، لأن هبة السوشيال ميديا من متى؟ من 2011 2012، حلو. وشفنا الناس، شفنا المشاهير، شفنا واحد يطلع أو فلان هني أو فلان مني، فلان شفناه بالسفرة الفلانية، فلان شفناه بالمكان الفلاني. أنا حاب نعمة البرايفسي هذه، نعمة الخصوصية. لما اطلع بمكان مثلا فيه 100 200 شخص، لما يعرفوني بس اثنين، احمد شلونك شو اخبارك، هذه نعمه عندي. اوكي، ما عندي مشكله. اوكي، تحسسني في، ترى في احساس جميل انه لما واحد يعرفك، فلان شلونك شو اخبارك، احنا نحب اكونتك وجزاك الله خير. ترى انا انسان بالصدق، يمكن تلقاني شوي بالردود باللايف شوي لسان وشي، لكن بالصدق انا يعني ما احب الاضواء هذه. حلو. اطلع بمقابله على التلفزيون ما عندي مشكله، تلقاني اتكلم، اطلع بسيمينار، اطلع ببرزنتيشن، اسوي لك يعني مسرحيه كامله، اسوي لك يعني عادي. اي عادي، ما عندي مشكله. بس سالفه الانتر اكشن هذه اللي مع العالم، انا بزود. احاول ما احبها بزود، ما احبها بزود، احب اخلي الخصوصيه هذه حقي، احب حياتي الخصوصيه حلو. أو حياتي الخاصة، عفوا. انزين، نسيت السؤال. قول لي قول لي قول لي. إيه، صدق نسيت السؤال، قرقت وايد ونسيت السؤال. يلا اللي هو شنو؟ أنا قاعد أتكلم نسيت اللي السؤال هو اللي انت إيه؟ ليش فاصل بينهم، جاوبت عليه. إيه اللي هو ليش فاصل بين ليش ما هذا؟ تطلع يعني؟ إيه؟ بس قلت انه انا وليش عادي ما اطلع. أطلع؟ إيه وليش أنا ما أطلع؟ ليش ما انا ما اطلع؟ غير ان الشيء اللي انا اسويه مشهور، بس احمد هادي ما ابي يكون مشهور. انا من قبل سالفه السوشيال ميديا، من الاساس صوري قليله، الصوره اللي انا دزيت لك اياها من سنه 2017، يا ساتر. انا ما اصور نفسي وايد، ايه يعني من وين لوين تلقاني عندي صوره، عرفت؟ فانا ما احب هذه السالفه اني انا امسك تليفون واصور نفسي، انا اساسا ما احبها. يعني حتى لو كان الوضع عادي وماكو حساب قولها صح، كنت انا راح اظل نفس ما انا، ما راح اصور نفسي. بس عندي لك كذا سؤال يتعلق بنفس الموضوع اللي بنتكلم فيه، بعدين عندي بلف مواضيع ثانيه. يلا الحين اذا انت فصلت بين حسابك وبين احمد هادي، اوكي، عشان برايفسي وانت تبي بحياتك تكون خاصه، ما يعني اوكي، احترم هالشيء وقدره. هل طبعا بالسوشيال ميديا يعني في شغلتين، في تاثير على المجتمع انه تفيد المجتمع، وفي ناحيه والله تفيد صحيح المجتمع بس نفس الوقت تستفيد انت. حلو. صحيح هل تحس ان صحيح انت باكونتك هذا اللي مو رابطه باسمك، هل في فائده ممكن ماديه بالنسبه لك؟ ولا فايدة اسف، مادية مو أكيد بهالطريقه، عندي. مو بهالطريقه، العكس. هل تشوف اذا انت طلعت احمد ممكن تكون فائده ماديه احسن من الاكونت مفصول؟ شوف، واحد من الاسباب اللي يخلي الناس، يعني واحد من الاسباب، مو السبب الاهم، بس هو واحد من هالاسباب انه يخلي الناس مهتمه باكاونت احمد هادي، انه منو هذا؟ اللي هو بلاغه الشيف، بلاغه الشيف، عرفت؟ منو هذا اللي بس قاعد نسمع صوته ما نشوف شكله؟ حتى ساعات يسالوني باللايف، هذه صورتك؟ اقول لهم لا والله صوره ولدي. كم عمرك؟ والله عمري 58. بنفس اللايف يسالوني كم عمرك؟ 64. كم عمرك؟ 18. احب سالفه هذه، الغموض شوي، الغموض يخلي الناس شوي تبي تعرف اكثر، تبي تتابع اكثر. صح. من الناحيه الثانيه ما همني انا سالفه الاستفاده، لان اوكي في عندي قاعد اسوي دعايات، مو قاعد اقول لك مو قاعد استفيد ماديا من الحساب، قاعد استفيد ماديا من الحساب، لكن انا وايد بيكي وانتقائي بسالفه منو اللي اسوي له دعايه، تشتغل وياه صح. اي ومنو اللي اشتغل وياه، واللي اشتغل وياه يعني بدل ما هو يحط علي شروط انا احط عليه شروط. اوكي، حلو. هو ممكن ما راح يستفيد مني وايد، بس انا احب اني انا اكون
في هذا الموقع من الدعايات. ما احب الاسفاف بالدعايات، ما احب ان انا مثلا اليوم سويت دعايه حق مطعم برجر، عقبها باربع ايام مطعم برجر ثاني، عقبها بخمس ايام مطعم برجر ثالث. احب ان يكون هذا اللايف ستايل مالي، ان انا هالمطعم هو اللي اروح له هالمطعم. وصدق يعني انا ما اقبل اني انا اسوي دعايه حق منتج معين اذا انا بنفسي كاحمد ما اشتري. يعني انا احط نفسي مكان المعلن له، المعلن له، هل هو راح يقبل بهذا المنتج بهذا الكواليتي؟ طبعا اذا بندش بسالفه كواليتي ما كواليتي، وهذا انا عندي قناعه ان كل منتج كان عالي الجوده او منخفض الجوده لدرجه الرديء هو موجه لشريحه معينه من الناس. بس انا احب انا اكون من ضمن الشريحه اللي قاعد اسوق المنتج لها، عرفت؟ او اسوق سواء المنتج بالاكل ولا الشغل، سواء بالاكل، سواء بالاكل، سواء سيرفيس، خدمه، يعني تانجبل ولا انتانجبل، خلاص حلو انا احب اني اكون من ضمن هذه الشريحه، حلو عرفت؟ عشان اعرف اسوق له، حلو عشان يعني بالنهايه التسويق مصداقيه. اذا انت الشيء ما تقبله على نفسك او ما تشتريه حق نفسك، لو انت كنت من ضمن هذه الشريحه، شلون تسوقه حق ناس ثانيين؟ صحيح. إذا مو مقتنع أساسا شلون تقنع غيرك؟ بالضبط. صح. فأنت نقدر نقول الله يهنيك إن ضميرك حي، هذا شيء الحمد تحسد لله، عليه في الحمد لله، نفسك. الحمد زين، لله. أبي كلمني شنو بدايتك مع الفيديو، وشنو المشاكل اللي واجهتها في يعني المقاطع لما وصلت المرحلة. أنت عندك سؤال وايد ترى والله صدق، يعني وأنا قاعد أكتب أسئلة، إيه عندك مواقف، اي عندك شيء وايد. استنفار، عندك سولف لنا. شوف، هي السالفة 2017 تقريبا، 2017 كانت المقاطع. يعني أنا كنت متابع عادي مثل باقي المتابعين، الناس العاديين اللي يتابعون مشاهير يشوفون فيديوهاتهم، بس أنا كنت أشوفها مو لسبب أن أنا أتابع المشهور عشان أنا أستفيد منها أو أستفيد منها أو أستفيد منه. أنا كنت أتابعهم عشان أجلد ذاتي، حلو لأن ماكو، لأن ماكو سوري، يعني من يعني من مجموع المشاهير اللي قاعد نشوفهم بالوطن العربي او بالخليج خصوصا، ماكو استفاده حقيقيه من المشاهير. ترى بالفتره الاخيره اللي هي اخر سنتين اللي بدوا الناس اللي يطلعون اللي يقدمون محتوى، عرفت؟ ايوه بالفتره الاخيره السنتين الثلاث سنين، لكن بدايه هبه السوشيال ميديا ماكو شيء، ماكو شيء، ماكو شيء، ما تقدر تتابع ولا شيء. زين، فكنت اشوف هذه، ودائما انا من صغري يعني عندي سالفه هذه النطق، ان النطق كذي مو كذي. فكنت اخذ الفيديوهات هذه من سناب شات. ما كان يعني انا اوكي من اوائل الناس اللي فتحوا انستغرام، بس انستغرام مهجور من 2017 2016، يعني بس انزل كل عام وانتم بخير، عيد ميلادي، موجودين مبارك عليكم ولا شهر، مسحتهم؟ بس هذا. لا لا، موجودين موجودين، قدم موجودين، تلقاهم تحت فيديوهات، قولها صح. فبس هذا اللي عندي، يعني ما انستغرام كان شيء كذي حلو ما استخدمه اساسا. حلو فكان عندي تويتر وكان عندي سناب شات، سناب شات عشان اشوف المشاهير واجلد ذاتي، وتويتر عشان تحلطم. حلو فكنت اخذ بعض الفيديوهات من سناب شات، مثلا ناخذ على سبيل المثال واحدة قالت فول بدال فول، مثلا بدل ممتلئ، يعني بدل ما تقول فول قالت فول، فانا اخذ الفيديو نفسه احطه نفسه هو، حتى ما اسوي كروب، ما اسوي ولا لا لا لا، الفيديو رو 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 كذي من سناب شات لتويتر، واعلق فوقه تعليق مثلا انا اتوقع ان فول يكون متروس اكثر من فول، بس كذي، وانزل تويتر، والتويتر فيديو واحد. باكر عقبه 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 شفت فيديو ثاني، واحدة قالت كلمة بطريقة غريبة على بنا، بس هي بتكشخ على العالم. حلو أخذ الفيديو نفسه مع تعليق بسيط كتابي ونزله. وهذه هي. بعدين شفت الناس اللي بتويتر اللي متابعتني، وحسيتها بتويتر ما كان عندي وايد، يعني يمكن كان عندي 2000 3000 فولور، يعني هذولي وأغلبهم اللي هم
يعني انا اعرفك وانت تعرف واحد فهو مسوي لك فولو مسوي لك سولو فولو لنا والسلسله تكتمل. فكذي كلنا يعني متعارف يعني متعارفين على بعض خلال تويتر. حلو. فبديت اشوف ان الفولورز قام يزيدون لان هذا اللي تحلطم على الناس اللي احنا نشوفهم قاعدين يتفلسفون. حلو. فالناس بدأوا هم يدزوا لي الفيديوهات عشان انا اعلق عليها. حلو. ليفل كملنا جديد هذا. ايه ليفل جديد تلحين بتويتر. للحين تويتر، للحين تويتر، وهالحكي من 2017 لنص 2018. حلو. نص 2018 سويت بتويتر هم بتويتر وسناب شات، سويت 10 حلقات اسمها سي ترايت. حلو. سويتها وانا بروحي قاعد بالمكتب، مكتبي حاط، حتى مو قاعد اصور نفسي، حاط الكاميرا موجهها على الدريشه وقاعد اسولف. بدايه ان قلت ان هذا برنامج بسميه سيت رايت، وكنت مسميه اسم مستفز شوي، سيت رايت لا تفشل عمرك، حلو. عرفت هذه مع تتبيله خفيفه من عندك. اي تتبيله خفيفه ان ادري ان وراها بيه هجوم، ليش افشل عمري عادي انا اقولها كذي، ما راح ندش الجنه ما راح ندش النار. المهم الكلمات المتعارف عليها والبراندز المتعارف عليها مثل بربري مثل ال في مثل موسكينو مثل دي كي ان واي، وكلمات متعارف عليها مثل كينت مثل فيزا ماستر كارد ايبان وهالسوالف كلها. كل حلقة حطيت أربع خمس كلمات ونزلها، أربع خمس كلمات ونزلها، نزلت تقريبا 10 حلقات. الهجوم اللي ياني شيء يخرع، لا لا شيء يخرع، اللي أحمد لما يسكر التليفون ويحطه على جنب أحمد يظل ضايق خلقه إن ترى أنا ما سويت شيء وايد غلط يعني. وبالنهاية هذه معلومة خذيتها استفدت منها، يعني دائما انا اقولها، هو في 3 حالات، يا انك تعرف المعلومه فما فرقت وياك، يا انك يعني اذا عرفت المعلومه فما فرقت وياك خلاص خلصنا، يا انك ما تعرف المعلومه وتبي تعرفها فمشكور يعطيك العافيه، يا انك ما تعرف المعلومه وما تبي. فاذا انت ما تعرف المعلومه وما تبي ليش تهاجمني؟ خلاص انت ما تبي صح. زين، واذا انت تعرف المعلومه وانا اكدت عليها فهم ما له داعي تهاجمني. خلصنا ايه. لكن اللي بالنص هذا اللي ما يعرف المعلومه ويزاك الله خير مشكور، اي هذا يعطيه العافيه. بس الهجوم كان شخصي، الهجوم حتى من ناس اعرفهم، اللي شنو اللي انت ايش قاعد تسوي، ايش قاعد تسوي بعمرك، لا لا لا. المهم خلصنا من هالناحيه ومو وقفتها، بديت جتني الفكرة إن يعني فيديو حق شخصية من السوشيال ميديا، واحد مشهور قال كلمة معينة وبنفس الفيديو عادها تقريبا 4-5 مرات. انت بس قمت تشقه دومك يعني لا، اللي قلت أنا لا لا ما بي أعلق نفس التعليق الكتابي، كان أروح يوتيوب وأدور على الكلمة شنو نطقها الصحيح، وهذول اللي يعلمون النطق ويقول لك هذه لازم لسانك بسقف الحلج ولازم حلجك مكور وما ادري. خذيتها وهذاك طبعا هم هذاك شيطان قايلها بثلاث اربع، يعني كل مره يقولها مثلا كلمه فريش، ساعات يقولها فريش فريش فريش، عرفت كذا طريقه يقولها. فانا كل ما غلط اقص واحده واحطها، اقص واحده واحطها، اقص واحده واحطها. فسويت لي فيديو على هالكلمة، قالها 4 مرات غلط وهذاك صححها لا 4 مرات، صارت ممتازة ونزلت الفيديو. وين هني الفيديو؟ تويتر. ليه الحين؟ لا 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 ليه الحين ما دشينا انستغرام؟ ليه الحين ما دشينا انستغرام؟ نزلت تويتر. بعدين قلت السالفة زينة جنها، لا يعني لاقت قبول زين، يعني لاقت قبول خيالي خيالي. وترى للحين ما عدينا الفولورز 4000 ها بتويتر. قاموا يزيدون الفولورز وبديت اخذ شنو الحين، لان انا اساسا اسوي فويس اوفرز من 2017، اقول دائما انا اسوي فويس اوفرز، ليش ما انا اسجل وانا اركب وانا اقصص
فقمت احط واقصص واحط وبتليفوني ماسك تليفوني كذي وقاعد اسجل وقاعد اشوف كنا في صدى وايد لا اتغطى بالكفر عشان الصدى ما يزيد ألو وبس انزين زاده وصار الفولور 7000 ألو في هني فريكشن يت جزاها الله خير شو اسمها بيبي لعبد المحسن كانت تقول شوفوا هالحساب بتويتر عجيب طباخ يصيرون 14000 فولور يا لا وبفترة قصيرة وصلوا 20 25000 ليه الحين ما يينا السبايك السبايك هذا ما وصل ليه الحين فأنا كنت شنو أصحح فيديو واحد وتعليق واحد فيديو واحد وتعليق واحد فيديو واحد تعليق واحد صوتي تعليق صوتي وركبه كان يقوم واحد جزاه الله خير على شهر 12 2018 يعني الحين من شهر 7 8 لشهر 12 قام واحد جزاه الله خير خذ الفيديوهات هذه لاني انا انزل فيديو فيديو كل يوم فيديو او كل يومين ثلاثه فيديو وتصحيح واحد كان يقوم ياخذ اربع خمس فيديوهات ويركبهم على بعض combination وينزلهم بسنابه حلو ويحط السناب كود ماله عليهم سناب كود ماله طبعا انا لا حاط ووتر مارك ولا حاط شيء بس قاعد اسوي ولا كذي فور فن انزلهم بتويتر وسناب شات وخلاص ذيس از ماي فن يعني عرفت هذه وناستي اي دو ذيس فور فن هذا مشهور اللي سواها ولا والله ما ادري ما ادري بس هذه من السنابات عرفت حسابات السناب او حسابات الانستغرام منوعات اللي كلها تحط فيديوهات تضحك فيديو كذي يضحك واحد طاح راسه واحد ياهل زوع المهم بس ليش خلاص ياهل زوع زوع يعني ما ادري كذي ياهل زوع على امه تخيلتها كذي المهم كان اشوف ولا ناس وايد قاعد يدزوا لي لينكس بانستغرام ان ناس حاطين فيديوك وهذا مو السناب كود مالك احنا حتى ضفناه على اساس انه هو اللي يسوي هالفيديوهات استانسنا دشيت ولا حسابات المشاهير هذه الحسابات المشهوره اللي يحطون فيديوهات تضحك متداول والتعليقات على 1500 و2000 و3000 ايش قاعد يصير على الفيديو هذا اللي وانت خذاه كذي وركبه قاعد طالع انا قاعد انا هني يعني الاونر سندروم الاونر سندروم انا اللي مالك هالشيء فانا بالكريدت حقي ابي الفضل حقي مو لان انا بيصير مشهور بس انا ابي ان هذا مو ماله مالي انا هذا فيديوي شغلي انا فكرتي طبعا مو فكره هي طلعت كذي بس ان هذا شغلي المهم كان اخذ الفيديو نفسه هو ونزله بتويتر بس عفوا انستغرام عندي كان عندي حزتها 480 فولور هذا الجيل 480 الطيب هذا اي 480 واغلبهم اعرفهم معرفه شخصيه يعني عرفت كان نزله واحط اكس على السناب كود ماله واكتب ان هذه الفيديوهات انا اللي اسويها بس ما ادري من الاخ وحطيتها ولا الناس بدت تعلق الناس بدت تسوي ريشير الناس بدت تشوف جود انا من شهر 8 لشهر 12 مسوي تقريبا 70 فيديو حلو فانا اوريدي عندي مخزون كواليتي فقمت احط الكوانتيتي فيديوهات موجود كوانتيتي موجود الكواليتي طبعا بالسكه الله يزيد النعمه الكواليتي والله جد الكواليتي انا ارجع اشوف اقول شلون كنت اسوي هالشيء فقمت احطهم ما قمت في احطهم انفستمنت قمت على احطهم اكويبمنت ما في ولا شيء ولا شيء تليفوني هو حالك حال الحين انا تليفون وستاند بس اي بس كان اقوم احط الفيديوهات ال 450 فولور صاروا 1000 صاروا 3000 وبديت انزل فيديوهات زياده وبعدين قمت هم سويت نفس غلطه سناب شات لان سناب شات شنو انا احاول الغلط مع التصحيح ما يعدي 10 ثواني لان السناب الواحده 10 ثواني فبديت لا ازيد بالحكي لا بديت اسويها سيناريو شلون التصحيح يصير سيناريو مع الغلط مع التصحيح سيناريو بديت احطها سافرت انا بدايه شهر 2 حلو 2019 2019 اي لان انا قاعد اقول لك 2018 شهر 12 هذا اللي اخذ الفيديوهات سافرت شهر 1 2019 حلو
ولا وصل 10,000 15. وهناك ما كنت مسافر يعني سافرت تقريبا مدة شهر يعني، فقاعد يزيد وهذا، وحسابي صار عليه ريبورتس، قام يظل أسبوع كامل ما أقدر أنزل شيء، ما أدري السالفة. أي قام يصير عليه ريبورتس، كل شيء شغال بحسابي إلا إني أنزل فيديو، أقدر أنزل صورة ماكو مشكلة، أعلق ماكو مشكلة، أسوي لايك ماكو مشكلة، بس إني أنا أنزل فيديو على طول ينشال، على طول إنستنتلي ينشال. تواصلت وياهم سويت ماكو إلا حل واحد، انك تخلي اكاونتك ما تسوي عليه اي اكتيفيتي، لا لايك لا ريبلاي لا ولا شيء لمده 4 إلى 5 أيام، بعدين يسوي له ريست تقدر تنزل فيديو. قمت اسويها كذي اسبوع ما انزل شيء، بعدين انزل فيديو، الفيديو ينزل، بعدين ما اقدر انزل شيء وراء، لازم اسكت اسبوع كامل او 5 أيام ثانيه. اوه ايش كثر طولت؟ طولت لبدايه شهر 3 على هالحال. اوه اي بس لبدايه شهر 3 هني صار السبايك، قاموا يصير 30 40 ألف 50 ألف، اللي عرفت عيال أختي كذي يشوفون أوه عمي صار مشهور، عرفت عمي ترى دشينا صرت 50، صرت 49 ألف، صرت 50 ألف، يعني عرفت أنا قاعد أستانس بوناستهم يعني. أنا يعني نفس ما قلت لك أنا مو مشهور. فبعدين نزلت فيديوين هم اللي سووا لي سبايك، فيديو اللي قال بنات بتر، بنات شنو؟ من بنات بتر يا بينت بتر، قال بنات ايه بتر. بنات بتر. بعدين بعدين انا اكتشفت ان 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 بالبحرين والشرقيه يقولون بنات بتر، يعني هذه شلون احنا قبل يسمون فيه مسميات قديمه حق اشياء، شلون احنا نقول ربل بدل ربر، عرفت؟ صح نفس الشيء. فانا هالشيء ما كنت عارفه يعني، فنزلت بنات بتر مع مجموعة فيديوهات بمقطع واحد، أو مجموعة مقاطع بفيديو واحد سوري. الفيديو لليوم هو أعلى انتراكشن، لليوم هو أعلى فيوز، لليوم هو أعلى فولو صار من هالفيديو، يعني من هالفيديو يعني 100 ألف متابع. ما شاء الله ما شاء الله. لما نزلت الفيديو كنت 90 ألف، بعد ما نزلت الفيديو within a week within less than a week وصلت 200 ألف. أنا اخترعت يعني، وبعدها بدأت السالفة، لا بديت أنظف يعني شوي، كنا ننظف الإدت شوي. فهذه قصة. ها خذيت لك مايك؟ لا شوف المايك مو حقولها صح، المايك مو قولها صح، المايك قصدك مايك ولا ماي؟ لا مايك. إيه شوف، لا المايك لا يعني الانفستمنت هذا ما كان حق قولها صح اساسا، ما كان حق، هذا كان شيء ساعد قولها صح، بس اساسا مو حق قولها صح. يعني ما راح اقط 350 400 دينار على تجهيزات تسجيل صوت على شيء اي دو فور فن، عرفت؟ وما كان حزتها فور فن، هو للحين قولها صح فور فن. اوكي للحين قولها صح فور فن. يعني انا مو قاعد اسوي هالشيء عشان يزيدون عدد الفولورز، عشان اسوي دعايات، جتني دعايات زين، ما جتني دعايات ام دوينج وات ام دوينج خلاص، عرفت؟ بس انا اساسا قلت لك من 2017 انا اسوي فويس اوفرز، كنت مينلي اسوي فويس اوفرز حق الراديو. بس على شهر 5/5/4/5 كلموني اللي هم حساب كابتشر اللي انا اسوي لهم التقارير، انا اسجل لهم التقارير. إذا مر عليك الفيديو مال أول مريضة في اليابان، أول مريضة في الصين، اللي هي فيديوهات يعني تقارير، تكون تقارير ما تحطها بأكاونتك هذا يا أحمد؟ لا أحطها بالستوري، يعني الستوري نشوفه والتقرير الجديد هناك، عرفت؟ لأن أنا أسجل لهم الصوت، هذا بزنس بيني وبينهم كونتراكت، وما أقدر كل مرة أنا بسجل أشوف الاستوديو مني ولا أنا شنو. كنت حزتها من لدرجة إن إذا بسجل أسكر التكييف زين، وأروح السطح أطفي الطرمبة مالت المضخة مالت الماي، لأن بالآيفون وأنا قاعد أسجل قاعد يصيد صوت كل شيء حواليني. صح عرفت؟ فكنت أسجل كذي، فأول تقارير سجلتها لهم إن للحين قاعد أقول إن شلون سجلت التقارير، بس يعني إيه. فبعدين
كنت عند سعود المسفر الله يذكره بالخير، هو يعني واحد وايد عظيم بمجال الصوتيات، كان يقول لي شنو تبي؟ قلت له انا كذي 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 هذا شغلي. كان يفتح موقع بامريكا، اخذ هذا وهذا وهذا وهذا، كان يقط لي 350 400 دينار، ركبتهم على بعض، حطيتهم من زاويه بغرفتي وبديت اشتغل. هذا حسن الكواليتي، ما اقولها صح، الانفستمنت هذا اللي هو حق التقارير حسن الكواليتي، ما اقولها صح، خلى الليفل اعلى. لما قلت الحين الصوت صار احسن، لا الحين لازم اسوي براندنج. قبل بس كنت احط السناب كود مالي، لا سويت لوجو اقولها صح. لا الحين، قبل كان فيديو مربع، فيديو 16 باي 9، فيديو 4 باي 3، لا وتلقى حتى بين المقاطع مقطع كبير مقطع صغير مقطع ما ادري شنو، يعني كحجم يعني كريشيو. صح. اقول لا لا لا، خل اسوي ستاندرد معين، حجم معين حق كل الفيديوهات، مكان معين حق اللوجو، لا ومكان معين حق اللوجو فيديو المشهور، ومكان معين حق اللوجو بالمقطع اللي انا قاعد اصحح فيه، فونت معين، ما استخدم الا فونت واحد بالعربي والانجليزي. سويت تريد مارك كامل بالضبط، عشان هم اللي قاعد يطالع شيء نظيف، يطالع شيء متعوب عليه، يعني مو قاعد يطالع واحد على قولتهم جالس يتصيد على المشاهير. بالنهايه هم انا قاعد اعطيك معلومه. فهذا كان الانفستمنت مالي اللي ساعدني بقولها صح. انت مزاعه قلت فيديو وين اللي سووا السبايك، واحد بناث باتر، الثاني شنو؟ الثاني ما اقدر اقوله، لا ولا اقدر اقوله، هو موجود بحسابي يعني. في هي على اساس حاطه ماسك على وجهها اسمه بابل شيت، بابل شيت اللي هي صفيحة، ما تترجم حرفيا، بس هو شيت، الشيت اللي هو شيت الماسك، فيسمونه بابل شيت، بابل فقاعة أو فقاعات، بابل شيت. هي قالت بابل شيت، بابل شيت، بابل شيت يس. فمن بابل شيت، بابل شيت هو اللي سوى السبايك الثاني، البيبان اي اي اي، هو يعني بنات بتر صعد بعدين بابل شيت كان يدز زيادة. فايه هذا اللي سوى هذا السيجنتشر، هذول الاثنين، هذول هم الاثنين. وفي ناس يحبون فيديو كريمبس لاني ركبت عليه اغنيه ميامي، اغنيه كريمبس ميامي. احنا وانت وين ما كنتم، هذا ما ادري شلون طلع على بالي صراحه. حلو، انت الحين فيري ستريكت، يبين من اسلوبك على سالفه ان ذس از فور فن. ليمتى؟ يعني أنا أتوقع رأي المتواضع، أنت إذا في ريبورت حق إنستغرام يطالعون شيء بأكونتات الكويت، ما أدري عن الأكونتات الثانية، بس يمكن أنت أكثر سبايك في سنة واحدة، يعني you gained so much and so little، عرفت؟ صح صح صح، كذي سويت. بس لا يعني في، يعني أنا أقول لك يعني مثلا في يعني أحمد الزامل لا يعني يعني هم يعتبر حالة استثنائية بالنسبة للكويت والفيوز، يعني ما شاء الله عليه ما شاء الله، انتر اكشن يعني اي. بس هم نقدر نقول لأن هم أنا شيء هذا أنا لامسته، أنا شفته بعيني، أنا نزل الفيديوهات مالتي بسناب شات ذاك اليوم، قلت بدش المطبخ بسوي لي بينك باستا، سويت لي بينك باستا. أنا العادة يعني الكابتشرز توصل 1000 1000 1000، سويت بينك باستا. انا مو ما اطبخ، بس اللي صدق سويته صدق والله حلوه، يعني كانت حلوه، يعني انا وايد جازت لي، يعني احلى من مالت وايد مطاعم جربتها. ليش 7000 كابتشر؟ ليش 7000 سكرين شوت؟ عرفت ان الناس يحبون البلعه، يحبون الاكل ويحبون يعني، وانا مو قاعد اسوي حركات الكيوت، لا لا لا، مو تصوير وشيء، لا لا لا، قاعد اصور مطبخ مغطين الطاوله بنايلون السفره، وش يسمونه والشوله عليها دهن شوي هنا على الجنب، عادي عادي عايش حياه البيت العادي اللي كلنا نشوفه، عرفت؟ مطبخ البيت، مو مطبخ التحضير، عرفت؟ مو مطبخ التحضير الكيوت، لا 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 لا، المطبخ الصجي اللي يصير فيه عشال وطباخ ودهن وما ادري شنو وريحه بصل، اي هذا انا هذا قاعد اسوي كذي. ساعات اسوي اشياء تافهه، اسوي اشياء وايد يعني عاديه، يعني الكل يعرف، المفروض ان الكل يعرف يسويها، بس لاني انا اسويها
احط اسلوب احمد هادي اللي فيه تهكم، احط اسلوب احمد هادي اللي فيه اللي قاعد اتكلم من صجي بس مو من صجي. حلو يمكن هذا سوى هالشغله، تاتش بس اني مالك. قاعد اشوف الناس، اي اكتشفت ان الناس يحبون البلع. عندي لك سؤال، قول. في تجربتك في اللايف شنو أكثر شيء ينرفزك؟ غير الزخارف، بالوقت غير الزخارف. اوكي، غير الزخارف. لأني شفتك كم مرة تفصل عليه. شوف، انا ما عندي مشاكل ان احد يتغشمر وياي، ما عندي اي مشكله احد يتغشمر وياي، لكن الغشمره لها حدود. ففي مره واحد سبني، يعني هو سبني يعني، مو نقول ان تغشمر وياي، لا سبني يعني. يعني قال والله اللي قاعد تسويه توت، والله سالفتك اللي قلتها توت، سبه هالكبر. كان امسكه وباللايف وامسح فيه الارض بادب بادب. فشنو الرد يكون؟ الرد يكون انت الحين تنتقد المشاهير، ما واضح تبي يعني احد ينتقدك، ما تبي. ففي مشكله، احنا عندنا في مشكله بين الانتقاد وبين حريه التعبير وبين قله الادب. حلو، في فرق في فرق شاسع، كبير بس هم يشوفونه فاين لاين. ها اي يشوفونه فاين لاين. يعني اقول لك شغله، مره واحده قالت لي انت ما تتحمل الانتقاد الجارح. انا عندي احمد هادي ما لا يؤمن بشيء اسمه انتقاد جارح، يا عندك انتقاد بناء ولا عندك انك انت مو قاعد تحترمني. عندك انتقاد، النقد اساسا هدف التطوير، حلو. هدف التطوير مو هدف التقليل من قيمة الشخص اللي انت قاعد تنتقده. صحيح. ما في شيء اسمه انتقاد جارح. بس دشيت بخانة الجارح او الجرح، انك تجرح الشخص اللي قدامك، فانت مو قاعد تنتقده. فهني احنا للحين ما عندنا سالفة ان انت اوكي قول لي رايك بس لا تغلط علي، قول لي رايك بس لا تقلل من احترامي. وخصوصا ان اللي قاعد يشوفون باللايف، انت تشوفها ساعات 100 200 80 ساعات 500 600 الف. ف ف ف يعني مثل ما انت تحرجني قدام الناس بقلة ادب، انا راح احرجك قدام الناس بادب أدب. بادب. فهذه من الاشياء اللي انا وايد تنرفزني. الاشياء الثانية اللي اكثر شيء ينرفزني بالحياة، نوعين من الناس، نوع ما يتابعك ويدش يسبك، حلو. ونوع يتابعك وهم يدش يسبك. الأول ترى ما عندي مشكلة وياه، الثاني المصيبة. الأول شنو؟ قاعد بالإكسبلور كذي، شاف الفيديو، دخل يا كذا 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 كذا، وراح الفيديو اللي وراه. حلو. طبعا هذا في هم في مشكلة، هم هني في مشكلة. أنا بغيت أسوي أنيميتد فيديو، كلمت سيود بس ما رد علي. كان بالي فكره ان نسوي انيميتد فيديو عن شخص قاعد يشوف سناب شات، يشوف انستغرام، شاف فيديو ما عجبه، فشنو الحاله النفسيه اللي هو فيها اللي خلته يدش ويسب. حلو، وبشكل حلو الفيديو يطلع. اي، عرفت؟ غير كذي الشخصيه الثانيه اللي انت ليش متابعني من الاساس؟ اذا اساسا اللي انا قاعد اقدمه معاجبك، تقدر تسوي لي بلوك وما راح اطلع لك، ما راح اطلع لك بالحياه. حتى لما وعادي مثلا انت مش بلوك طبيعي، ما في اي مشكلة، وعادي ناس اي مسوين انا ما بلوك عندي عادي. اي بالضبط. يعني حتى لو انت كنت داش بجروب مسجات في انستغرام ودزولك ودزوا الفيديو بالجروب، انت ما راح تقدر تشوفه لان انت مسوي لي بلوك. فخلاص انت شلت نفسك، خلاص ما تقدر تشوفني. فليش انت تي وترهق نفسك وتفكيرك وتاخذ من وقتك وجهدك عشان تكتب لي 10 اسطر سب؟ يعني ما اشوف انها شيء يستاهل. انا اي شيء مو عاجبني اسوي له بلوك. انا قلت شغله بتويتر من زمان، شكرا لكل شخص ما اعرفه وسوى لي بلوك.
شكرا لكل شخص ما عرفه وما ما يعجب اسلوبي وسوالي بلوك، لانه هو قص الحق من نفسه، ولانه ما يبي بيوم من الايام ان احنا نتجادل او ندش بنقاش، لانه هو مو عاجبه تفكيري، فخلص هو قص هالمجال، قص هالحبل، فولع هو ريح راسه وانا ارتحت. فما عندي هوى السالفه، الهوس هذا لما احد مثلا يسوي كوت تويت بتويتر واشوف اني ماني قادر اقرا التغريده نفسها، ما يحوشني هذا، لا هذا ما اعرفه ليش سوالي هذا، ولا عمري سولفت وياه اصلا، انا اول مره يمر عليه الاسم، ليش مسوي لي بلوك؟ ما عندي هالسالفه، سوالي بلوك عليه بالعافيه، لاني انا صدق ساعات احد يسوي رتويت لتغريده انا مو عاجبتني، وادري هذا يعني ابني عليها فكره ان 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 هذا شنو طريقه تفكيره، واسوي له بلوك عشان انا اريح بالي وهو يريح باله، ولا ندش بنقاش عقيم وغبي. بالضبط، فلتر. يعني انا مو قاعد اقول انا طلعتك من الجنه، لا بالعكس، انا ما ابي ادش وياك بنقاش ما منه فايده. عرفت؟ وبعدين بالنهايه المحتوى اللي انا قاعد اقدمه ما فيه، مو اكسبلسيت يعني، ما في إن لا والله غطوا عيونكم لا حد يشوف هالفيديو، لا 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 تشوفونه، ولا لا 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 سكروا أذانيكم لا تسمعون هالفيديو. يقدر يسمعه بو 3 سنين 4 سنين، يقدر يسمعه بو 60 65 80 90 سنة، صحيح. ما عندهم أي مشاكل، يشغلونه بالزوارة بينه وبين أهلهم، ما في خدش للحياة. فكون يعني ما كون إن المحتوى في هالنظافة هذه، اشوف ان انا لاني انا وايد مهتم ان الكونتنت ما يكون فيه شيء خادش، ف يعني اتاثر شوي لما احد يهاجمني هجوم شخصي شخصي، لان بالنهايه انا مو قاعد اضر احد، اذا انت ما استفدت ما راح تنضر. محافظ على هالصوره هذه، شيء احترمه فيك وايد احمد. زين، يسلمك. في مره واحد من الناس اللي قصصت فيديوهاتهم وشرشحتهم شوية بطريقة محترمة تهكمي، كلمك دايركت، صارت لك مشاكل، لأن هذا الوسط شوية غريب، فإحنا ما نشوفه. عادي، شوف، مثل ما هم الناس اللي داعمينك، وحابين الشيء اللي أنت قاعد تسويه، في منهم الزين والشين، في منهم اللي يعلق تعليق محترم، وفي منهم اللي يعلق تعليق مو محترم وأنت تضطر إنك تمسحه. نفس الشيء الناس اللي انت قاعد تصحح لهم والنعم فيهم، كلهم لهم كامل الحشيمه والاحترام، لكن في ناس لا، يعني يجيلك كأن انت يعني كأن انت مسويها يعني بشخصانيه معاه. ان انا انت ابيك من بين كل الناس. ففي ناس مثلا واحده اذا يحليلها يعني كانت بلندن مر عليها الفيديو ما سمعت التصحيح، كان تقعد 3 ساعات قاعد تحلطم بسنابها، والله العظيم 3 ساعات، كل ساعه يطرشوا لي شيء، وهي عبالها ان اللي صححت لها واحده ما سمعت التصحيح. بعدين شلون ما هذا انا يعني هي شافت بس اللقطه اللي انا قاصها وهي قاعد تقول الكلمه الغلط، ما كملت باقي الفيديو، ما كملت الباقي الفيديو اللي فيه صوتي، ما سمعت، فعبالها انه واحده، فاردحت اردحت اردحت مو اردحت يعني لعلعت شوية اي لا بس لا لا لأن بنروح حق واحدة صج اردحت فبعدين يوم اكتشفت انها اكتشفت حسابي دشت علي دايركت ودشت دايركت سناب شات ودشت بحدة يعني ها حدة ومعصبة وكذي. المهم كان هذا السلام عليكم يعطيك العافية عفوا لك كامل الحشيم والاحترام، وهذا الشيء مو شخصي بيني وبينك، واللي أنا قاعد أسويه يعني من باب هذا، إحنا ما قلنا لك صحح لنا، ما إحنا قلنا لا لا فعليك لك الحشيم والاحترام وما أدري شنو من هالأمور، طيبت خاطرها، بالعكس يعني بيني وبينها علاقة ممتازة يعني حتى هي قامت تدز لي فيديوهات حق ناس يغلطون يعني. هذه واحدة مع انها داشه بحده ها، والمفروض انا كنت اعصب يعني من حده شوي. الكلام اي من حده الكلام اللي قالته. لا بس في واحده ثانيه هذه دشت، في واحده ثانيه تو، وفي واحده ثانيه هم من قبل يعني يدشون دايركت يسبون، لا لا سب، لا لا سب يعني
غير انهم بالستوري عندهم مطيحين حظي، غير انهم داشين دايركت علي وقاعد يسبون شخصيه انت اسمعني شخصيه كذي كذي، واغلبهم انجليزيتهم ميح يعني. يعني ترى مو غلط اذا انجليزيتك ميح، يعني اذا الشخص انجليزيته ميح ما عندي معاه اي مشكله، لكن لا تستخدم الانجليزي بداعي الفلسفه. انا في شغله انا احترمها فيني، ان اذا وصل لي فيديو لمشهور قاعد يخاطب شخص اجنبي وقاعد يقط بدليات بالانجليزي ما اصححها. برافو. ما اصححها لان هذه بدايه مو لغته ولا لهجته انه يتكلم، وملزوم بالضبط. شكرا، انت جبتها. انت ملزوم انك تستخدم هذه اللغه عشان توصل معلومه. يعني اذا مثلا عامل فلبيني انا ما اعرف اتكلم تقالوق وهو ما يعرف يتكلم كويتي، فنضطر احنا نتكلم انجليزي مكسر اذا انا شخص ما اعرف انجليزي وهو انجليزيته بسيطه وانا انجليزيتي بسيطه عشان نتواصل. فانا هالفيديوهات ما اصححها، واذا مر يعني من بين يمكن انا سويت 300 400 فيديو يمكن واحد او اثنين يعني ما ينعد، يعني حتى ما ينعدون على اصابع الايد الواحده انه يكون هذا الشيء، بس انا ما اصحح هالشيء. فانا عارف ان هذول انجليزيتهم ركيكه ويستخدمون اللغه الانجليزيه للتفلسف، نرد نقولها للتفلسف، غير انهم يستخدمونها للتفلسف. شغله ثانيه انا اخذها ماخذ على المشاهير، ان انت دام ان يابولك هذا البرودكت عشان تسوي له اعلان وخذيت عليه فلوس، انت واجبك انك تحلل فلوسك وتقول اسم المنتج صح. حلو. واجبك ان تقول، واجب عليك تقول اسم المنتج صح. يعني ما يصير انا اي اقول مثلا وين ما عندي شيء اسوي عليه مثال. الايربودز الايربودز مثلا الايربودز اي اقول هذا الشيء اللي انا اموت عليه واحبه وما اقدر استغني عنه، الاربود مثلا. مو بعيد مثال اكثر، مو لا 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 كلش مو بعيد. يعني في واحده كانت مسويه حق مكان قاعد تقول الحين انا جايه اخذ قهوتي وعشقي اللي ما اقدر استغنى عنها من ذا تشامست. طبعا انا ما راح اقول لك الاسم الصجي لانك ما راح تصيده، من ذا تشامست. ذا تشامست الكيمست، ذا كيمست، ذا كيمست ذا تشامست. هذا عشقها اللي كل يوم تشربه، اللي كل يوم تروح له، اللي كل يوم تسوق له، اللي ما تعرفه. تشامست هذا بالكويت؟ ذا تشامست. لا لا مو بالكويت، السعودية بعد. إيه فهني هذه هي السالفة، إن هذا المأخذ اللي أنا ماخذ عليهم. على الأقل حلل فلوسك، أنت ماخذ فلوس مبلغ وقدره، على الأقل حلل الفلوس اللي أنت خذيتها. فأقول لك دشت علي تصارخ تسب وما أدري شنو، فأنا أدري إن إنجليزيتهم ركيكة ويستخدمونها للتفلسف وما يحللون فلوسهم بنفس الوقت. خذيتها بنفس طريقة الرد على الأخت الأولى بالهداوة، لتش الحشيم والكرامة، السالفة مو شخصية، أنا قاعد صاحي حق ناس وايد، أنتي منهم. صفي بالضبط. لا كانت تكمل، لا 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 كانت تكمل، كانت تكمل سب وردح وهذا. ما في رايح. هذا أنا أدري إن إنجليزيتها الله بالخير، كان أعطيها أربع أسطر إنجليزي قح. حتى ما كتبت الكلمات السهلة، قمت أدش جوجل ولا جوجل ترانسليت عشان أشوف السينونيم الصعب اللي مستحيلة تفهمه. إيه عرفت يعني ما أقول لك إيه ما أقول لك مثلاً free independent ما أقول لك big، أقول لك humongous مثلاً، عرفت كله إيه عرفت إيه يعني أستخدم كلمات غلجة كذي اللي حتى ما مرت عليها مسلسل ولا بفيلم. فكان أكتب لها أربع أسطر كذي بالإنجليزي، نفس الكلام اللي ليش كامل الحشيمة والاحترام والهذا كذي بس بالإنجليزي، ما غلط عليها، نفس الكلام اللي كتبته بس بالانجليزي بلغه قلجه كذي. كانت تختفي بلوك. طبعا ما تعرفي، لا ما عرفت ترد، يعني قرته ما عرفت ترد، فبس هاي بلوك. وانا اساسا لا راح اضيف لي ولا راح تنقص مني شيء، يعني بالنهايه انا اللي برد عليه باحترامه. وشغله ذاك اليوم قلتها على اخر سالفه اللي صارت يوم واحده صج، يعني
كذي كذي كذي. انا اقول لك انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول انا اقول ما اعرف امثل انا. احمد قاعد تشوفني يا وين شباب احد يدق يا وين كنت يا ابو شباب احمد قاعد تسمعني تسمعني اسمع تكفى اسمعني تكفى شوف تكفى تكفى اسمع تكفى الله يخلي يا شباب احد يعرفه يدق عليه يقول له ايه لا هذه في شغله كذي في شغله ثانيه الحين اقول لك عنها مثال قولي. اللي دشت اخر واحده وهي وايد مشهوره دشت سبت وقالت كلام ما ينقال يعني حتى الكلام اللي قالته بالدايركت كلام ما ينقال يعني الشيء اللي انا بغيت اوصله ان في ناس يقولون عاملوا بالمثل اللي قاطعكم قاطعوه واللي ما ادري شنو ما ادري شنو اوكي هذه سوالف زوارات عرفت لكن انا اقول عامل باصلك انا مو انسان انا مو انسان مثالتي انا متروس اغلاط من راسي لريولي بس ليش اطلع الغلط قدام هذه الشاشه غلطي خلني انا اتعايش وياه انزين ما بي يعني انا دخن اوكي بس ما راح اقول حق الناس دخن ترى زين ما راح اقول حق الناس كذي ومو 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 على بو ان في ناس وايد يغلطون وقدام الناس وعادي ان على بو ان انا متصالح مع نفسي يا اخي انا متصالح مع اخطائي هذه ما انا متصالح مع النفس بالنهايه في ناس يتاثرون منك بطريق مباشر في ناس يتاثرون منك بطريق غير مباشر وهذا واحد من الاسباب الاساسيه حقولها صح ان انا مره كنت في سيمينار جامعة الكويت باجي خمس دقائق وسكر اللايف كنت بسيمينار بجامعة الكويت وكنت محاضرة كلها بنات في بنات انت ليش تسوي كذي احنا خلنا نتكلم على كيفنا ما ادري شنو وانت كذي اللي قاعد تسوي غلط كان اقول لهم دقيقة واحدة هم يأثرون عليكم ولا ما يأثرون عليكم كان اغلبهم يعني 99.9% قاعد يقولون لا ما يأثرون علينا تسوون نفسهم ولا ما تسوون لا ما نسوي نفسهم كان ابطل البروجيكتور احط صوره اكله على على الشاشه واخترت اللي كانوا معارضيني حطيت صوره اكله قلت لها شنو اسمها عشان تقول روزيتو قلت حق الثانيه شنو الاكله عشان تقول روزيتو 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 كلهم قاعد يقولون روزيتو قلت لهم زين انتم من وين جبتوا هالكلمه عشان تقول الكل يقول روزيتو كل المشاهير يقولون روزيتو قلت لهم لان اساسا الكلمه الصح ريزوتو صح. فأنت لو تبي لو ما تبي كثر ما تقعد تطالع شيء معين راح تأثر فيه غصبا عليك غصبا عليك كان شيء زين ولا كان شيء مو زين مع أنه ممكن هالمشهورة تكون من أحسن الناس من أحسن الناس كونك أنت قاعد تسمعينها قاعد تسمعين هالكلمة تكرر وايد فأنت راح تتأثرين انا على الاقل قاعد اصحح لهم شيء يعني مو قاعد اصحح اخلاق وقيم وهذا بس اشياء بسيطه يعني نطق الكلام صح نطق الكلام ابي نختم بسالفه شوفني الله يخليك شوفني الله يخليك اوكي شوفني الله يخليك يا طويل العمر في وحده صدق انا كنت بصحح لها كانت قايله اسم منتج غلط فخليتها من ضمن الفيديو ترى انا لقيت عندي يمكن 300 فيديو ما ركبت ولا صححت لا موجودين من 2018 المهم فليه الحين ما صححتها فمر على يوم وانا طبعا اقول اقرا الكومنتات كلها عشان اشوف الاسم ولا اعرف هالاسم ادش ولا اوه 300 600 700 الف فولور عندها ولا شنو التعليق انت لو تسمعني وانا اتكلم تجيلك جلطه اوكي وانا ذكرت الفيديو اللي اوريدي موجود عندي من جلط انت خالص من قبل بس الناس ما شايف الفيديو مخليه يعني ياخذ دوره مع الباجي بعدها بكم يوم نفس المنتج اللي غلطت باسمه قالته بطريقه ثانيه سلو موشن معها يعني احمد اسمعها اسمع بقول صح ارابود انا شريت ارب والله العظيم انه قاعد تقولها بهالبط والله العظيم وقاعد تاشر عليها تاشر ارب طبعا ما قاعد ارب لا يفصل خلينا ندش مره ثانيه ونختم يلا توكل على الله